تفاصيل حكايتي اللي انا احكيها مش هتهمك، زي ما انا مش مجبر احكي، انا مش جبرك انت تسمع، بس انا محدش سمعني ومش موهوب غير في الكتابة بعد اذنك، بعد ما تقرا الورق ولع فيه وانساني. اسمي مش معروف، ما كانش مهم خالص، ممكن لو ضروري وعايز، جت في فترة قالولي عازف، عندي سن في ورقة بلاستيك مش مصدق انه سني، فانا هقولك اني عندي 1000 سنة وحبة زيادة يمكن. عندي سواد محلق عيني وكتاب مقتب ظهري، وقت فات بيسرق عمري وحزن في قلبي كان كبرني، وكل ده لسه برسم ساعات على الحيط مشنقة، كل الحزن ده امتى اتلقى في قلب ما كملش 20 من سنة. ثواني الورق ابتدى يخلص وحسيبك، انا هروح مسافة السكة، لو سمحت استنى دقيقة. ايه ده مكتوب لسه؟ ده اول جواب، شكلي حدوق القهوة انا النهاردة وشكلي مش هنام. كنت ميت ماسك في الحياة بايدي، كنت طيف محدش واخد باله مني ليه، كنت نفسي اتسمع بس اكيد حياتي فيلم، اكيد حياتي كده. كنت ميت ماسك في الحياة بايدي، كنت طيف محدش واخد باله مني ليه، كنت نفسي اتسمع بس اكيد حياتي فيلم، اكيد حياتي كده. دلوقتي وانا بكتب لك كملت السهر يومين، بدأت تعتف كلام وسقط صوتي باين عليه تعبان، دي تالت رزمة ورق تتقطع واحرقها، بين في طرف الورقة كلمة انا متضايق قبل النار ما تاكلها. امي سألت النهاردة عن احوالي، وانا كالعادة كدبت عليها وخدت نفسي وقلت تماما عادي، وهي خدت بالها وبصت لي وعدتها، امي عارفة ان انا متضايق وانا متضايق اني خيبتها. كنت لعنة لأي حد قرب مني، كسرت نفسه كان بود فرحهم بابنهم، بس ده غصب برضه. كنت بصحى بص في المراية شوف أحلامي بتبها، تطلع برا شوف بصيتهم ليا، بكره نفسي أكتر، رميت شباك أحلام في المية وما اصطدتش غير نحس، وكل اللي عرفتهم كانوا خيالات مات ونص كرف، كنت غريب في وسطهم كانوا كم مشوار ومسيرة. روح هسيبك شكل الصبح